بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرتنا هذا اليوم استكمالا لموضوع المحاسبة في البنوك الإسلامية. كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا على موضوع مشكلات توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، وذكرنا من ضمن هذه المشكلات العديد من النقاط الجوهرية التي تشكل نقاط خلاف أو نقاط تثار أحيانا كخلاف بين المستثمرين أصحاب الودائع وبين المساهمين ملاك البنك حول آلية توزيع هذه الأرباح. ذكرنا أيضا أن مشكلة توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية تظهر بسبب اختلاف الطبيعة المتعلقة بالودائع التي يودعها الجمهور لدى البنوك الإسلامية فيما لو كانت أودعت لدى بنوك تقليدية، لأن العلاقة مع البنوك التقليدية هي علاقة فائدة، بينما العلاقة مع البنوك الإسلامية هي علاقة مضاربة. يعني صاحب المستثمر الذي يودع أمواله في البنك الإسلامي يكون هذا هو صاحب المال، والبنك يكون هو إيش؟ المضارب. وبالتالي ما هو نصيب البنك مقابل عمله كمضارب؟ نسبة يتم الاتفاق عليها وتحدد أحيانا في العقد دون أن يعلم المودع. يقول لك أنا عايز 20%، البنك يحدد مثلا 20%، 30%، 40%، وبالتالي هذه النسبة بتخضع لقرار من البنك دون أحيانا علم المودع. وبالتالي يجب على المودع أن يعلم البنك، يجب على البنك أن يعلم المودع مسبقا بكم هي نسبة المضاربة التي يتقاضها البنك خصما من أرباح الناتجة من عمليات الاستثمار. طبعا تفاوت هذه النسبة من 20 إلى 30 إلى 40% بتقلل من إيه؟ من كمية الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها المودع. ذكرنا أيضا من ضمن المشكلات إيه هي؟ قيمة رأس المال الصافي الذي يساهم في عملية التوزيع. يعني البنك يقدم رأس ماله عبارة عن نقدية، لكن هذه النقدية لا تبقى كما هي على حالها، تتناقص هذه النقدية بفعل شراء الأصول الثابتة وبفعل مصروفات التأسيس. وبالتالي يجب أن يكون رأس المال الذي يدخل مع الودائع ويختلط مع أموال الودائع هو رأس المال الصافي، أي بعد خصم الأصول الثابتة وبعد خصم مصروفات التأسيس. هناك مشاكل أخرى أيضا تتعلق بالمخصصات التي يقوم البنك بتكوينها، زي المخصص الخاص للديون المشكوك في تحصيلها اللي يعني مخصص التمويلات وبسموه المخصص العام، وهناك مخصص أيضا اسمه المخصص الخاص. المخصص الخاص هو المخصص الديون المشكوك في تحصيلها اللي أخذتوها بعد المحاسبة. المخصص العام هو نوع من الاحتياطيات بتم تكوينه كنسبة معينة من قيمة هذه الديون حتى يتم مواجهة أي تقلبات أو تغيرات غير محسوبة سابقا لم تدخل في احتساب المخصص الخاص. الآن نأخذ مثال تطبيقي على بعض المشكلات، مش هنتكلم عن المشكلات اللي حكينا عنها الآن، ولكن حنأخذ مثال صافي وكأن عندنا هناك أرباح اتفق على توزيعها وكيف بيتم التوزيع بين ثلاث أطراف. الطرف الأول في عندي طبعا عندي المودعين وعندي مين أيضا؟ المساهمين. هذا المودعين والمساهمين هي صافي الأرباح المفروض توزع بين الطرفين، لكن في عند طرف خارجي أحيانا، هذا الطرف الخارجي قد يكون هو الشخص هذا الممول نفسه، يعني هو المستثمر. فالآن احنا بنأخذ مثال أمامنا ونحاول ندقق فيه شوية ونعرف كيف نوزع الأرباح. بقولك هناك ثلاث مودعين أودعوا أموالهم في البنك وفوضوا على استثمار أموالهم وفق نظام المشاركة. المبالغ المودعة من الأول كانت 20,000، المودع الثاني كان 12,000، المودع الثالث كان 16,000. هذه المبالغ تم تمويلها في عدة مشاريع. المشاريع المول فيها عبارة عن أربع مشاريع. المشروع الأول 40,000، المشروع الثاني 50,000، المشروع الثالث 16,000، المشروع الرابع كان عبارة عن 20,000. يعني كيف يعني ثلاث مودعين مول أربع مشاريع؟ ما فيش فيها مشكلة. يعني هو ثلاث مودعين نتكلم عن 3,000، مش قضية هذا عدد مودعين، المودعين كثير، يعني احنا مدعونا في البنك الإسلامي. ثانيا هذه الأموال اختلطت، أموال المودعين مع أموال البنك اختلطت مع بعض وين مولت؟ في مشاريع استثمارية. هذا المشاريع عبارة عن أربعة، ممكن يكون أكثر من أربعة، يعني هذا مثال بسيط بس على عملية توزيع الأرباح. قالك يتقاضى المستثمرين نصيبا من الأرباح مقابل عملهم كمضارب، يعني احنا الآن تلقينا الأموال من الطرفين هذول. وين الأموال حتروح الآن؟ حتروح وين؟ في المشاريع. في عندي واحد اثنين ثلاثة أربع مشاريع. المستثمر صاحب العمل يأخذ نصيبه كمضارب، يعني هنا صاحب المستثمر هذا اللي في المشاريع هياخذ نصيبه كمضارب.
ليش كمضارب؟ لأنه أنا بعطيه الأموال، هو إيش بيشتغل؟ بيشتغل بجهده وعقله. أيضا هذا المستثمر كان له صفتين، صفة أنه كان ممول ومضارب في آن واحد. كان بيأخذ نصيبه كمضارب 20%. اثنين، توزع باقي الأرباح بين البنك والمستثمرين وفقا لنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال. كانت المدة التي مكثتها أموال المدعين 10 شهور، 12 شهر، 8 شهور. حمزة ليش بضلك؟ بدور عليها الجمعية الشر. برضو صغير. مش كده كويس كده؟ طيب. الآن كانت المدة التي مكثتها أموال المدعين 10 شهور، 12 شهر، 8 شهور على التوالي. كانت الأرباح والخسائر المتحققة عبارة عن 8000 و9000 و1000 دينار، هذه تعتبر بين قوسين خسارة، وفي عندي 2000 دينار. تبلغ مساهمة البنك في رأس مال المشروعات 70% و60 و45. الآن مشان نشرح السؤال هذا، الأرباح اللي حققناها من المشاريع الأربعة، المشروع الأول كان عنده ربح 8، الثاني 9، الثالث حقق خسارة، الرابع حقق ربح قدره 2000. البنك ساهم بنسبة 70% في المشروع الأول، المشروع الثاني 60%، المشروع الثالث 50%، المشروع الرابع 40%. هذه الأموال اللي ساهم في البنك، هل أمواله خاصة رأس ماله ولا أمواله أموال المودعين؟ أمواله زائد أموال المودعين. المطلوب الآن توزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين أصحاب المشاريع وحسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها. النقطة الأولى في عملية التوزيع، لابد بداية أن نفصل حق المضاربين. يعني إحنا الآن في عندي مودعين وعندي مساهمين، راح مولوا مشاريع، أربع مشاريع، 1، 2، 3، 4. هذه أصحاب المشاريع هذول دفعوا أموال من عندهم، لأنه مساهمة البنك في المشروع الأول قديش كانت؟ 70%. المشروع الثاني كان 60%. أصبح مين مول الباقي؟ أصحاب المشاريع. نفهم من ذلك أن أصحاب المشاريع اشتغلوا بصفتين، صفته كمضارب وصفته إيش كمان؟ كممول. مشان نحل الإشكالية هذه، أولا بنطلع نصيب صاحب المشروع، نصيبه كمضارب، يعني مقابل اشتغل بجهده نطلعه نصيبه. نيجي في الحل كالآتي، حنقول هنا المشروع الأول وبعد كده المشروع الثاني والثالث والرابع، بنعمل جدول بهذا الشكل، المشروع الأول والثاني والثالث والرابع. هنحط هنا قيمة أرباح قبل احتساب نصيب المضارب، يعني إيه الأرباح التي تم تحقيقها قبل احتساب نصيب المضارب، اللي عبارة عن 8000، والثاني عبارة عن إيش كمان تاني؟ 9000، والمشروع الثالث كان خسارة، والمشروع الرابع كان 2000، والإجمالي كان المشروع الرابع 2000، وكان إجمالي 18000. الآن مشان نعرف نصيب مضارب حنضرب هذا الرقم في 20%. 20% من 8000 بيطلع كام؟ 1600. 1600 ناقص 8000 ايش بيطلع الباقي؟ 6400. بنفس الطريقه الان، يعني كل ما في الامر احنا ضربنا هذا الرقم في كام، ضربناه في 20% بيطلع نصيب المضارب، بنطرحه من نفس 8000 بيطلع الارباح الصافيه. واضحه النقطه هذه؟ طيب المشروع الثاني كذلك 9000 نضربه في 20% ايش بيطلع يعني نصيب المضارب؟ 1800 ناقص 9000 بيطلع الجواب كام؟ 7200. المشروع الثالث 1000 خسارة، حيبقى المضارب مش هياخد نصيبه من وين؟ من هذه، مش هياخد نصيبه من الربح لأنه خسارة، وبالتالي يكون هو فقد جهده وفقد عمله، والألف دينار الخسارة بقيت كما هي. 1000 دينار حيتقسمها مين؟ أصحاب المشاريع، أصحاب المشاريع الممولة. الرابع 2000 دينار مضروبة في 20% بيطلع 400، من 2000 بيطلع كامل الجواب 1600، بيطلع الإجمالي هنا 14200 دينار. أصبح الآن فصلنا نصيب المضارب. أدي صافي الأرباح المتبقية الآن 14200. هاي 14200 شايفينها في العمود هذا، 6400، 7200، 1000 خسارة، 1600، 14200 مجموع الأرباح اللي قابلة للتوزيع. الآن كيف بنوزع إحنا الربح هذا؟ حسب كل واحد مساهمته في رأس المال.
طب لو كان الاتفاق غير مساهمة في رأس المال هنقيد الاتفاق حسب الاتفاق الموجود، ولكن لو كانت خسارة لا يعتد بالاتفاق، إنما يعتد بإيش في حالة المشاركة؟ يعتد بنسبة مساهمة كل من طرف في رأس المال. الآن كتبنا في العمود هذا نسبة مساهمة البنك، وكتبنا في العمود الثاني نسبة مساهمة المستثمرين. نسبة مساهمة البنك 70%، المستثمر طبعا حيكون 30، هذا لما يكون 60 بده يكون الثاني 40، 50 بده يكون 50، 40 بده يكون كم؟ 60. الآن كيف نطلع العائد؟ حسب النسبة. المبلغ 6400 الموجود هنا مضروب في 70 فيطلع 4480. بنفس الطريقة حنقول 7200 مضروبة في 60% بيطلع 4320، بنفس الطريقة اللي عملنا فيها الخطوة الأولى. الخسارة لألف دينار فرضا هذه مش 50-50، يعني لو أجد ب60-40 يعتد ب50-50، 500-500. يعني لو كانت هذا مثلا الاتفاق نسبة المساهمة مثلا 60 وأنا 40، كيف نقسم الألف هنا؟ هنقسمها بنفس نسبة مساهمة كل منه في رأس المال. يعني إيش مساهمة هنقسمها 60-40 حسب إيه نسبة المساهمة. الألف وستمية الثانية هنقسمها حنقول 40-60، هنضرب الألف وستمية، هنضرب الألف وستمية هذه هنضربها في 40%، تطلع جواب كام؟ 640. طبعا الآن لما نطلع عائد الاستثمار البنك نقدر نطلع عائد الاستثمار للمستثمرين. كيف نطلع عائد الاستثمار للمستثمرين؟ يا بنطرح يا بنضرب في النسبة، يا بنضرب في 30% أو 40 حسب النسبة، يا بنطرح الرقمين من بعض. الآن بالطريقة هذه بنكون إحنا حددنا مساهمة البنك. كم مساهمة البنك الآن؟ عائد البنك كم؟ 8940 دينار. مين عايز أي سؤال هنا؟ 8940 دينار هذا العائد الصافي المستحق للبنك. لكن هل هو عائد البنك لحاله؟ هو عائد البنك زائد عائد مين؟ المودعين اللي اختلطت أموالهم مع أموال البنك. نيجي المعركة الأخيرة الآن إلى عملية توزيع الأرباح بين البنك وبين المودعين. في عندي ملاحظين أمامي الآن كم مودع عندي؟ في 3 مودعين، وفي تحت منهم كلمة البنك، البنك والأموال حطها. المودع الأول حسب التمرين عندي كامل لهذا 2000 دينار، 20000 دينار، الثاني 12000 دينار، الثالث 16، البنك 26. حد بيقدر يقول لي كيف جبنا 26؟ اللي بيجاوبنا على السؤال هذا بديش طالعه على اللوحة، تفضلي. أي رأس المال؟ لخبطوا شوي أنتم. الآن إحنا عنا المودعين رأس مالهم معروف، اللي دفعوه معروف، أديش رأس مالهم دفعوه في المشاريع. بدي أعرف إيش حجم الأموال اللي ضخت في هذه المشاريع، مش كده ولا لا؟ إحنا كبنك أخذنا أموال حطناها في المشاريع، ضخناها في المشاريع، مش كده ولا لا؟ طيب أديش البنك دفع من المشاريع هذه؟ 70 و60 و50 و40، مش كده ولا لا؟ أصبح بنيجي هنا بنحدد بالطريقة الآتية، بنقول قيمة مساهمة البنك. شوف كيف طريقة الحسبة تعيتها، انتبهوا عليه الورع. قيمة مساهمة البنك، المشروع الأول الأموال التي ضخت في المشاريع، يعني المشروع الأول كل الأموال ضخت في 40000، ونجبناها في السؤال موجود. لكن البنك قديش دفع من 40000؟ دفع 70. المشروع الثاني الأموال التي ضخت فيه كم كانت؟ 50. قديش كانت مساهمة البنك؟ 60. طب هذه مساهمة البنك ولا مساهمة البنك مع المودعين؟ مساهمة البنك زائد المودعين. المشروع الثالث كان عبارة عن 16000 في 50%، المشروع الرابع كان 20000 في 40%. الآن لما نضرب هذه في النسبة إيش حيخرج عنا؟ حيطلع عنا مجموع الأموال التي ساهم فيها البنك. مجموع الأموال التي ساهم في البنك طلعت كام؟ طلعت 74000 دينار. طيب أديش حجم الودائع التي أودعت؟ نجمعها، عبارة عن 48000، مجموع ودائع العملاء اللي عبارة عن 16 و12 و20000 تساوي 48000. أصبح الفرق من وين تم تمويله؟ من البنك. البنك كم مول يعني؟ 26000. نعيد تاني النقطة هذه ولا بلاش؟ واضح يعني. طيب أصبح واضح الآن أمامي أن البنك مول 26000. نيجي للعمود الثاني اللي هو مدة الوديعة. مدة الوديعة تاع البنك قديش هنا؟ 12 شهر. مدة وديعة الأول 10، الثاني 12، الثالث 8، البنك 12. طيب ليش البنك 12؟ رغم مش منصوص عليها في السؤال. لأنه البنك مش متوقع يسحب أمواله، يسحب أمواله وين؟ يعني بالتالي ما فيش داعي لذكر كلمة 12، لأنه طبيعة البنك أمواله إيش؟ متجددة على مدار العام. البنك حيسحب أمواله ويروح فيها وين؟
واضح الفكرة ولا لا؟ طيب الآن هنضرب الوديعة، مدة الوديعة في قيمة الوديعة نفسها، يعني نضرب المبلغ في الزمن. طب حد بيضرب ليه ضربنا المبلغ في الزمن؟ يعني لازم نضرب مبلغ في الزمن. قاعدة احتساب الربح كيف بيكون هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن المبلغ. القاعدة مضروبة في ايه؟ في المدة، في السعر، مش كده ولا لا؟ احنا ضربنا المبلغ في المدة وبعدين هنضربها في السعر. السؤال بيطرح نفسه الآن، لما نضرب احنا الآن المبلغ الوديعة، مبلغ الوديعة في قيمة في مدة الوديعة نفسها، مشان نطلع رقم جديد اسمه الوديعة المرجحة بالزمن. طب لو فرضنا هذه مدة الوديعة متثابتة، كله 12 شهر 12 شهر، في داعي نضرب؟ فيش داعي نضرب. حد بيقول ليش؟ لأنه الآن ليش احنا ضربنا؟ فلسفة الضرب هذا لمشان نعطي وضع جديد لوزن الوديعة. وزن الوديعة أرقام متفاوتة، واحدة كام؟ 20، والثانية 12، والثانية 16، والثانية 26، ماشي. بتم قسمة الأربعة عليهم بنسبة وتناسب. لكن كونه في عندي زمن مختلف، مش معقول أبو العشر شهور ياخذ زي 12، أو 12 ياخذ زي 8، أو 8 ياخذ زي 12، وبالتالي في تفاوت في الزمن. كون هناك تفاوت في الزمن لابد من ضرب المبلغ في الزمن مشان يعطيني إيه؟ معدل جديد مختلف عن المعدل الأولاني. هنا بنضرب المعدل في الزمن، الوديعة في الزمن، حيطلع المبالغ هذه إلى أمامنا. كيف الآن نطلع معدل التوزيع؟ سهل، حناخذ 8940 هذه حنقسمها على إيه؟ على الوديعة المرجحة بالزمن 784,000، بطلع المعدل بعد 0.0114. الآن هذا هو معدل التوزيع، نضربه الآن هذا المعدل في قيمة الوديعة المرجحة بالزمن، مش في الأول، نضرب في الثاني. هذا معدل التوزيع اسمه، معدل التوزيع. هيطلع عندي قيمة المبلغ بالدينار 2280، 1642، 1460، 3558، مجموع الأرقام كلها 8940 دينار. طيب واضح؟ أسمح، كيف جبناه؟ معدل التوزيع هو عبارة عن قيمة الأرباح اللي مطلوب توزيعها مقسومة على كام؟ على قيمة الوديعة المرجحة بالزمن. اللي كام الوديعة المرجحة بالزمان؟ 784,000. طيب مين عنده أي استفسار؟ هذا مثال تطبيقي، طبعا ما فيش فيه مشكلات توزيع الأرباح، هو عبارة عن نتائج كانوا متفق عليها، وإحنا متفقين حلينا كل المشاكل الأولى وبدينا نوزع الأرباح بين الأطراف الثلاثة، اللي هو المستثمر اللي أخذ الأموال من البنك، ثم عائد هذا الاستثمار قسمناه بين البنك وبين مين؟ المودعين. واضح؟ الآن إن شاء الله بيكون هذه آخر نقطة إن شاء الله نتوقف عندها في هذا المنهج، في هذا الفصل إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق، ونفتح الآن باب المناقشة وباب الأسئلة لأي استفسار معين. عليش؟ ماشي، خلي في الآخر بنشوف مسجل بعد ما نسكر. نعم؟ حاضر حاضر. مين عنده أي استفسار في الأول؟ اللي عنده أي استفسار في الصح والخطأ افتحوا الكتاب. أنتوا بدكم إياه، أنتوا حددوا أي سؤال في الصح والغلط. يلا مين عايز يسأل؟ افتحوا للكفالات والاعتمادات، افتحوا. افتحوا له صفحة 160. طيب السؤال كالآتي: يقوم البنك التجاري بخدمة خصم الأوراق التجارية التي تتضمن ائتمان بالإضافة إلى خدمة التحصيل. بدي كده واحد ترفع يده، صح ولا لا؟ أو ليش صح؟
بالناس صحوا بس صح لماذا صحوا خطأ لماذا خطأ وين الخطأ موجود مشان نفهم يلا سمح ها صح في ائتمان ليه؟ حد بيقول لي في كيف يعني ايش شكل الائتمان اللي فيها؟ لانه البنك الان بدفع نقديه حاضره مقابل يحصل النقديه متى؟ في تاريخ لاحق، هذا هو الائتمان، ايش معنى كلمه ائتمان؟ ائتمان معناته انه انا بدفع فلوس اليوم مقابل ان احصل بديل عنه وين؟ في المستقبل. فالبنك الان لما يقبل الاوراق التجاريه هذه يخصمها، ايش هو امتلك البنك؟ امتلك ورقه تجاريه، مش كده ولا لا؟ الكمبياله يعني. ايش دفع مقابل مقابله نقديه؟ متى سيحصل قيمه الورقه؟ في تاريخ لاحق. هذه بسموها خدمه ائتمان. بالاضافه لايه؟ بالاضافه للخدمه المتعلقه بالائتمان اللي خدمه التحصيل على اساس بياخذ عمول التحصيل. اصبح العباره ايش؟ صحيحه. النقطه اللي بعدها. مين كذا جاوب؟ يلا مين يرى؟ تفضل يا منار. يجب اعادتها الى العميل الاول، يعني اللي قدمها. دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى. لا غلط. عادة يتم اتخاذ إجراءات رفع للتقاضي وأخذ حقوق الشخص اللي استلم قيمة الورقة. ثلاثة. تفضلي. أديش أقل يعني؟ بنسبة؟ هو مش شرط 40 يعني هو عايز يجاوب ماشي بس احنا قلنا يعني كم ممكن تكون 40 ممكن تكون 50 60 يعني مش قناه انا مش معترض على 40 معترض على انك انت عملت فكسه 40 لا هي مش 40 تتراوح دائما اقل قد تكون 40 50 60 70% حسب نوعيه الضمان المقدم ضمان نوعيته قويه بنقول 40 بنقول 60 في 80% بنقول 90% لكن مش ثابته 40 يعني طيب اللي بعده يقوم البنك بتسليم باستلام الكمبيالات من العميل مظهرة باسمه سواء كان لغرض التحصيل أو الخصم أو الضمان فكروا معي شوية قبل ما أجاوب على السؤال إيش معنى تظهير الكمبيالة يعني؟ يعني اليوم أنا عميل اليوم أنا عميل أيوة جيت أخذت منكم قدمتكم كمبيالة للتحصيل أظهر الكمبيالة باسمكم يعني أنتم تقوموا بعملية مطالبة الشخص لما ظهر الكمبيالة باسم قصير أنت مالك الكمبيالة وانت تقوم بمطالبه الشخص المدين بالدفع طيب هاي تظهير يعني بنقل ملكيه الكمبياله مني وتنازل فيها لصالح مين لصالح البنك هاي كمبيالات التحصيل طيب كمبيالات الخصم قبل ما نجاوب خطا نفكر شوي انا اليوم بعطيك الكمبياله ببيعك الكمبياله لما ببيع الكمبياله مش لازم اتنازل عنها ولا لا طبيعي وبالتالي بظهرها باسمك انا بتنازل عنها طب الضمان اصبح الضمان لي انا باخذ سلفه منك الان كانت كبنك باخذ منك سلفه وبدي اعطيك كمبياله، هل الكمبياله ظل باسمي ولا حولها باسمك؟ لازم اصبح في جميع الاحوال ايش بدها تكون؟ تكون ايه؟ لابد ان تكون ايه؟ بس في حاله كمبيالات التحصيل احيانا بتمشي التظهير ليه؟ لانه بتظل ملكيتها الي انا، بس انت دورك ايه؟ تحصل القيمه لصالحي انا. بظل احيانا الكمبياله ايه؟ لصالح باسمي انا، يعني كمبيالات التحصيل لا يتم تظهير قيمتها بينما كمبيالات الخصم، كمبيالات الضمان يتم تظهير قيمتها. حد بيقول لي استنى بس كمبيالات التحصيل ليش بتمش تظهير قيمتها طيب خلينا نتفاهم ايش بظلها ملك العميل نفسه ايش دور البنك دوره وسيط انه برفع التقاضي برفع قضيه لصالح العميل على مين على الشخص المسحوب عليه يعني في النهايه لما يتم تحصيل القيمه البنك حياخذ القيمه له لا مين حياخذ القيمه العميل نفسه وبالتالي هذا الجواب خطا ليه بس جزئيه هذه كمبيالات التحصيل لا يتم تظهير قيمه تظهيرها الى البنك اللي بعده اتفضل يلا مقابل قيامي بتحصيل كمبيالة طيب بدي افهم قلت مين بقول غلط اتفضل ليش غلط طيب عمولة طب الفائدة في حالة ايش في حالة الخصم مظبوط طيب اللي بعده تفضلي طب ليش صح كلامك صحيح هي طيب ليش جاوب على السؤال بس ليه لان في حاله التحصيل العميل بياخذ كمبيالته
وفي حالة عدم التحصيل حيودوا الكمبيالة وين؟ للقضاء. وبالتالي في كلا الحالتين الكمبيالات مش عند البنك، لهذا السبب يتم قفل القيد النظامي. طيب اللي بعده اتفضل يا مرحبا. للبنك التجاري، والبنك التجاري عم يبعود، يعني التسلسل، هي القضية قضية تسلسل، لكن في النهاية في صف في مين، في النهاية نعود على مين؟ على العميل. بس العبارة خاطئة لأنه إيش؟ قفزنا عن التسلسل الموجود. تفضلي. لا تعتبر حميالات الخصم من الاستثمارات المصرية غلط تعتبر. هو تعتبر بس، لكن عادة بنسميها احنا كمبيالات مخصومة. استثمارات المصرف أحيانا كلمة استثمارات كلمة واسعة يطلق عليها لكل أنواع التسهيلات اللي بمنحها البنك، تعتبر من ضمن استثمارات البنك، يعني كيف استخدامات الأموال بالنسبة له. صح صح صح. طبعا صحيح. طيب افتح اللي عايز يسأل يرفع ايده. أوضحها؟ حاضر حاضر. مين جاوبني كيف صح؟ طيب يلا ليش صح؟ استثمارات البنك عبارة عن ايه؟ عن قيمة الأوراق المالية اللي بيتم شرائها زي الأسهم والمستندات، ثم استثمارات. هنا الاستثمارات مقصود فيها يعني ايش؟ عملية تمويلات البنك، يعني أي عملية استثمار بمفهوم واسع انه يعتبر ايه؟ هذا جزء من الاستثمار. أنا عندي أموال في البنك، كيف أستثمر أموالي؟ بستثمر على شكل ايه؟ برود وسلف. بنك اسلامي كيف استثمر اموالي؟ مثلا على شكل مضاربات، مشاركات، مرابحات. لو كانت بنك تقليدي كيف استثمر اموالي؟ على شكل سلف وقروض. طيب في عندي بند او اوراق الماليه بسموها مشاركات او بسموها استثمارات، لكن انا مقصود هنا في السؤال الاستثمارات يعني بشكلها العام، مش استثمارات الاوراق الماليه، كل انواع التمويلات اللي بمنحها البنك. هو طبعا المفروض احنا وضحناك كمبيالات الخصم، استثمارات البنك يعني في مجال او التمويلات، استثمارات والتمويلات مش مشكلة. السؤال يعني قد يكون يحتمل إذا أخذنا مفهوم ضيق ليس ضمن لمفهوم الاستثمار، مفهوم الواسع يعتبر استثمار. اعتبري صح، اعتبري صح صح صح. احنا قلنا حنعتبرها كمبيالات الخصم جزء من عملية التمويل. أي نقطة أنت بتكلمي؟ أي نقطة؟ الرابعة. طيب ليش رجعتوا الرابعة تاني انتم؟ رجعنا أربعة، احنا بنتكلم احنا في الأخيرة. يقوم البنك باستلام كمات من عميل مظاهرة باسم سواء كانت لغرض تحصيل أم خصم. غلط، قلنا خطأ هذه. رجعتوا الأربعة تاني ليش؟ 190. طيب يلا تفضلي. المصدر الكفالة. خطأ وين الخطأ موجود؟ المستفيد والعميل تبع البنك والبنك نفسه هما ثلاث أطراف للكفالة. العبارة خاطئة. اللي بعده. تفضلي. خطأ وين طيب؟ أنت فيش حكايه انها تعمل، وش علاقه انها تعمل في الموضوع؟ يعني هيئه العام ليست لها طرف في الموضوع اطلاقا. طيب تكلم النقطه الثالثه. تفضلي. ليش خطا؟ يعني الحق يسقط ولا يسقط؟ هو يسقط. اسبوع لك هنا لا يسقط حق، يعني ايش معنى ذلك؟ يسقط حق العميل. اصبح العباره ايش؟ خاطئه. لا، المستفيد من الكمبيالة من يملك الكمبيالة الآن في حوزة الكمبيالة هو المستفيد. طيب حق المستفيد يسقط إذا انتهت صلاحية الكمبيالة ولم يقم بتبليغ البنك بالتمديد. يعني اليوم أنا مستفيد من الكمبيالة الظاهرة باسمي، والكمبيالة هذه انتهت صلاحيتها، مفروض أطلبت بتجديدها. متى أطالب بتجديدها أنا؟ لما تكون علاقتي مع العميل لسه مع المقاول ما انتهتش، فبطالب بالتمديد. انا نسيت اطالب بالتمديد، يسقط حقي في مطالبه البنك، ولكن بشكل ودي ممكن يتمها، لكن بشكل رسمي يسقط حقي في عمليه المطالبه. طيب اللي بعده.
بنا كده جديد، يلا وجوه جديدة كده، تفضلي. فكروا لي شوية في هالنقطة هذه بس، معلش. قال لك هنا ايه؟ يعاد اصل الكفالة الى البنك كشرط لالغاء الكفالة او تسهيلها. انا اقول لك ايش معناته. اليوم انا في مقاولة بيني وبين شخص، قلت له اعطيني كفالة، راح هو العميل على البنك وطالب البنك، قال له اصدر كفالة لصالح العميل فلان اللي هو صالحي انا. العميل تاع البنك هو اللي بطلب اصدار كفالة لصالحي انا المستفيد. اصبح الكفالة الان معي انا. ايش معنى الكفالة؟ يعني اصل الكفالة، يعني مش الصورة. فالان اصل الكفالة في حوزتي. هل يستطيع البنك ان يسيل الكفالة دون ان ياخذ الاصل؟ مستحيل، لانه لابد ان يحصل الاصل مشان يسترده، ولكن كل مرة بده يسيل على الصورة ممكن يصير في مشاكل. طيب هي نقطة. النقطة الثانية، طيب بده يلغي الكفالة، يلغيها على الصورة ولا لازم الاصل؟ لا بد الاصل. ليه؟ لانه مش معقول يلغي على الصوره والاصل عندي، ممكن كل مره اقول ايه او الكفاله عندي اظل مهدد. لابد ان تسحب الكفاله بالكامل، ان يعاد اصل الكفاله. طب لو اشتغلنا في بنك احنا، خلينا مشكله كده، اشتغلنا في بنك وانا قلت لكم كده برساله انا المستفيد، قلت لكم الغي الكفاله، ايش حتقول انت بنك؟ هات الاصل، ابعت لكم صوره والكفالة انتهت، انا خلاص انتهت مدتها، حتى مدتها انتهت، يعني ما عليك تجديدها مش حكون متم، لكن ما بعدتش الاصل، هل يبقى القيد النظامي معلق في السجلات؟ نعم. يبقى معلق في السجلات الى ان يتم الحصول على اصل. افرض اصل ضاع مني، في الحالة هذه ايش دورك انتو كبنك؟ يجب ان تقوموا بمراسلتي ومخاطبتي مرة واثنين وثلاثة، تطلب منه تسحبوا ايش؟ اصل هذه الكفالة. تأخرت انا في سحب اصل الكفالة، يبقى القيد النظامي موجود. يعني قيد نظامي ايش معنى الغي الكفاله؟ يعني حنلغي ايش معناته؟ نلغي القيد النظامي ونعيد التامينات لمين؟ لصاحبها. فبكون في ضغوطات على المستفيد بانه لابد ان يقوم بارجاع اصل الكفاله. ما رجعهاش ضاعت، بده يصير في محضر انه فعلا اصل الكفاله ضاع، مشان ما تصيرش عمليه ايش؟ مره ثانيه مشكله عليها هذا الاصل مره ثانيه. وبالتالي في هذه الحاله يتم ارجاع اصل الكفاله كشرط لعمليه التسهيل او كشرط لعمليه ايه؟ الالغاء. اللي بعده. صحيح. يلا بعده بدي كده وجوز، تفضلي. انت ايش رايك؟ عند انتهاج الكفالة بدون دفع قيمتها للمستفيد. انتبهوا على النقطة هذه، حساسة كثير، حساسة كثير. لا أسأل، ما تسرعي شوي، اقرأ يا منار. عند انتهاء أجل الكفالة، انتهى أجلها، انتهى تاريخها، بدون دفع قيمتها للمستفيد، يعني إيش معناته يعني؟ يعني المستفيد ما طالبش بتسهيل الكفالة، يقول بنك بعد التأمينات النقدية للعميل؟ بدي واحد يفكر معي شوي بس. نعم. تفضل قولي ليش. ايوه، الان معلق متى؟ مش معلق على طول، لابد حسم. يعني الفتره الان الكمبياء الكفاله موجوده، الكفاله موجوده، ولكن المستفيد اللي ما تمش المطالبه بدفع قيمتها، يعني انتهى صلاحيه الكفاله. هل لما تنتهي صلاحيه الكفاله نعيد التامينات النقديه الى العميل نفسه؟ مع ذلك كانه بنلغي القيد النظامي كمان. احنا قلنا ما لا يجوز الغاء القيد النظامي الا لما تعاد ايش؟ اصل الكفاله. وبالتالي حيؤجل الموضوع حتى تعاد اصل الكفاله. أصبح انتهاء الأجل ليس هو المحدد الوحيد، لابد أن نضاف عليه كلمة إيش؟ انتهاء الأجل زائد إيش؟ إعادة الأصل. أصبح العبارة إيش بتكون هذه؟ خاطئة. اللي بعده. الكفالة هي رسالة صادرة عن البنك بناء على طلب المكفول موجه إلى المستفيد، يتعهد بموجبها بدفع قيمة الكفالة عند أول مطالب بها بصرف النظر عن اعتراض المكفول. صحيحة 100%، مظبوط، بصرف النظر عن اعتراضه. العبارة صحيحة 100%. اللي بعده. كده اتفضلي. انت قلت لي ولا لا؟ اتفضلي يلا. تصدر الكفالات
وتحصل العمولة. صحيح صحيح. نعم. شو؟ ها طيب يلا مين من الطالبات اللي بده يطلع معانا؟ لا لا ما طلعوش ولا مرة. توكل على تعالي اقرأ السؤال كده ونشوف كيف نحله. يتم تخفيض قيمة الكفاءة الخاصة بالدفعة المقدمة السابقة إصدار رسالة بلدية غزة بناء على طلب. افتح صفحة استنى بعد شوي. افتح صفحة 191 تكلمها. تم تخفيض قيمة كفاءة خاصة بدفعة مقدمة. أعطونا فرصة أشرح لكم كيف العملية هذه. انتبهوا عليه شوي. سبق إصدارها صالح بلدية غزة، يعني هناك دفعة مقدمة صرفت من قبل البلدية للمقاول. دفعة مقدمة صرفت من قبل البلدية للمقاول. البلدية اللي بتعطي دفعة مقدمة يعني أعطت زي سلفة. هل بأحد بيعطي سلفة لشخص بدون ما يأخذ ضمانة؟ أصبح لا. إيش الضمان حصل عليه؟ أخذ مقابلها إيه؟ كفالة. كانت قيمتها كفالة كام؟ 100,000 دينار. تأمين النقدي 40. إحنا مناش علاقة إيش تتم دفناتهم. هذا أخذ دفعة مقدمة. إحنا كبنك إيش أصدرنا يعني؟ أصدرنا كفالة. قيمتها كام الكفالة؟ 100,000 دينار. ميتة. قديش تأمين أخذته من عميلكو؟ 40,000. إيش قيد المحاسبة يا ترى؟ عميل قيد المحاسبة في الأول مشان نعرف كيف. نعمل قيد محاسبة مش مطلوب منا في السؤال هذا، بس إحنا نعمله مشان نبني عليه. لا قبل ما نخفض اعمل قيد الاولاني كانه هل ليش قيد نظامي من حساب تعهد. نعمل اي قيد من حساب تعهدات العملاء مقابل كفالات الى حساب تعهدات البنك مقابل تعهدات العملاء العملاء مالكم كده اليوم تعهدات العملاء مقابل كفالات تعهدات العملاء نعمل قيد الاولاني الاول العملاء القيد النظامي الى حساب تعهدات البنك مقابل كفالات بقيمه 100,000 كفالات 100,000 دينار. هذا القيد مش مطلوب منا في السؤال بس احنا بنعمله مشان نبني عليه. في طالبات برضه تلاقيهم سرحين ومش فاهمين معانا. هذا القيد مش مطلوب منه في السؤال هذا بس بنعمله مشان نفهم الاساس اللي حنبني عليه. اعمل قيد التأمينات النقديه الغطاء النقدي حنقول من حساب الحسابات الجاريه. لا قبل ما نلغي بس بدي اعمل قيد الاساسيه. قولي من الحسابات الجاريه القيد الاساسيه من الحسابات الجاريه الى مذكورين تأمينات نقديه وايش كمان ثاني والعموله. العموله مش موجوده لانه القيد احسن مش مطلوب القيد هذا اساسا. التأمينات النقدية قديش التأمينات النقدية؟ 40,000. 40,000 يعني لا لا العمولة هذه مش ضروري بس احنا القيد كذا الآن 40,000 قديش نخصم على الحساب الجاري هنا العميل؟ طبعا فرضا عمولة واحد نفترض واحد قديش نخصم على حساب العميل؟ 41,000. حاول يقول منين جبنا الواحد؟ احنا افتراضا في ناس الحين اصلا هذول القيود اللي عملناهم لغايه اللحظه هذه مش مطلوبين منا بس احنا حطيناهم ليه؟ مشان نذكر ايش هي القيود المتعلقه باصدار الكفالات. طيب الان بدنا نحل التمرين. الان ايش عملت بلديه غزه هنا؟ خفض قيمه الكفاله بقيمه كم؟ 50,000. يعني قديش يعني 50%. طب ليش البلديه بتخفض قيمه الكفاله؟ فكروا معي شويه. الآن ليش البلدية بتخفض قيمة الكفالة؟ أنا البلدية قلت له البنك يا البنك يا بنك خفض قيمة الكفالة بواقع 50%. ليه؟ لأن طبيعي بكون أنا استرديت من المقاول 50% من قيمة الدفعة المقدمة. يعني أنا لما صرفت له فلوسه استرديت 50% من القيمة وإلا ما بقبل أخفض قيمة الكفالة. أصبح الكفالة الآن تخفض بنسبة 50%. بقول يا بنك خفض الكفالة اللي عندك. كفالة قيمتها صادرة كام هي أساساً؟ 100,000 بدي خفضها 50. يلا من حساب تعهدات البنك هنعمل القيد النظامي
أول حاجة بنلغي القيد النظامي مشان خفض الكفالة. إيش كمان هنعمل؟ التأمينات النقدية اللي كنا واخدين من العميل 40,000 هنرجع له كام الآن؟ نص ال 40,000. 40,000 ضرب 50% إلى الحسابات الجارية، من حساب التأمينات النقدية إلى الحسابات الجارية. ممتاز. 20,000. ممتاز. طيب تسجل اسمك بعد ما نخلص المحاضرة. طيب مين قال لي بده يطلع كده أعطي سؤال من عندنا؟ ما طلعتيش ولا مرة؟ ما طلعتيش ولا مرة؟ ولا مرة؟ اتفضل اطلع يلا. افتحوا لي الاعتمادات المستندية. خذ كتاب معاك، خذ كتاب معاك. حليل نقطة رقم 10. حاضر، بس نخلص سادة. خذ كتاب تبعي. اليوم بان عليكم اخر محاضره كده مفرفشين كتير. طيب قامت شركه العوده بفتح اعتماد مستندي لدى بنك فلسطين لاستيراد بضائع من بريطانيا بقيمه 50,000 دولار مقابل عموله 1% لمده 3 شهور، تامين النقدي 30%، المصروفات كانت 100 دينار وفرق العملة 5%، سعر الصرف الـ1 دولار يساوي 70% من الدينار. الأولى نعمل القيد النظامي ونحول قيمة الدولار إلى دينار. مين ما طلعش تاني؟ انت طلعتي؟ ماشي هتكمل السؤال معنا، نعمل قيد وترجع انت بعد كده تكمل. يلا نعمل قيد نظامي. احنا نقول ايه؟ في من حساب تعهدات العملاء مقابل اعتمادات الى حساب تعهدات البنك مقابل اعتمادات. $50,000 حنضربها في 70 بيطلع 35,000 دينار. من حسابات الجارية إلى مذكورين التأمينات النقدية إيش كانت نسبتها؟ 30%. يعني كم يعني؟ 10,500. العمولة دائما ما ننساش، العمولة تحسب بنسبة المدة، لأنه أي اعتماد مدته أطول لابد أن تختلف عمولته عن اعتماد مدته إيش أقل. العمولة عبارة عن قيمة الاعتماد بالكامل 35,000 دينار ضرب 1/100 مضروبة في 3/12. طيب لما توصلها بنكتبها ماشي. فرق العملة 105 100 المصروفات 150 فرق العملة. طلاب والطالبات في الامتحان لما تيجي نسبة هذه فرق العمولة كل بعد يسأل أسئلة، يعني بقول مثلا 5%
يعني 5 في 10%؟ ايش معناته يعني 5 على 1000؟ مش عارف انا ليش كده بسألك سؤال، بنسأل مش مرة واثنين، بنسأل مليون مرة، يعني نفس الشخص بعد بسأل مرة تانية كمان. الكسر اعتياد تبع سلسة ابتدائي هذا. طيب تفضلي. الآن استكمال السؤال، تم خصم القيمة من الحساب الجاري العميل، تم تعزيز الاعتماد مقابل عمولة 5 في 10%، خصمت من الحساب الجاري للعميل. بس بنقول اللي بيحكي مع بعض اسكتوا، بعدين معاكم اليوم. تعزيز الاعتماد، مين بعزز الاعتماد عادة؟ البنك المراسل الخارجي من حساب الحسابات الجارية إلى حساب البنك المراسل بقيمة التعزيز 175. كيف جبناها؟ هنضرب قيمة الاعتماد في 5 في 10%. وصلت شحنة من البضاعة، ما طلعتيش ولا مرة؟ تفضل تفضل، طلعتي خلاص مفيش داعي، هطلع لك واحد. طلعتيش انتي؟ هتطلعي. حاضر. وصلت شحنة من البضاعة بقيمة 20,000 دينار، هنعمل الآن تسوية بقيمة الشحنة اللي وصلت، هنلغي القيد النظامي بقيمة الشحنة، وحنرجع التأمينات النقدية لصالح مين؟ لصالح مين؟ ونقسم الفرق على حساب العميل، ونودي لمين؟ لصالح مين؟ لصالح المراسل. نحول القيمة لصالح المراسل من حساب التأمينات النقدية. طب ليش كده عاملها انت؟ كيف جبنا 4200؟ قيمة الشحنة 20,000 دولار، يعني في 7 بيطلع 14,000. هذا القيمة كيف حسبناها؟ 20,000 دولار مضروبة في 70% تساوي 14,000 دينار، مضروبة في كم؟ في 30% بتطلع 4200. ماشي، 4200. الباقي اللي بحول كم القيمة لغاية 14؟ 9,800. 9,800. أيوة. إلى حساب البنك المراسل. وبعدين حنقول لهم في الحالة هذه حنخفض القيد النظامي بقيمة المبلغ. مين بده يحله؟ ما طلعوش. مين ما طلعش؟ انت ما طلعتوش. طيب ما حدش يقول استاذ، وكل واحد بيرفع ايده بس. حنحل حنحل، بس نطلع زملاتكم ما طلعوش. تفضل. مش هنطلعهم ما طلعوش ولا مره. طيب نجاوب الصح والخطا. ماشي خلص، اريحكم شويه. الان صفحة 208. لا لا، ما حدش يرفع ايده، بدي الطالبات اللي ما طلعوش حلوا تمرين يرفعوا ايديهم، واحد بس يرفع ايديهم بعدين نتكلم. طالبات ما طلعوش كلهم طلعتوا؟ تو طلعوا حوالي 5 6 ولا ما طلعناش؟ بالك بطلتوا. مين ما طلعش حلوح نهائيا؟ طيب خلاص مثلا كل طلع؟ مين ما طلعش بنقول؟ انت طيب جاوب على النقطة الأولى. يلا تعتبر قيمة الاعتمادات المستندية، وبعدين معك اليوم انت.
بعدين معك اليوم. أول محاضرة ما سكتيش. آه صح ولا مش صح كلامي؟ تعتبر قيمة الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير ضمن الحسابات النظامية خارج الميزانية، صح ولا غلط؟ طب حد بيقول ليش معنى خارج الميزانية وداخل الميزانية؟ ايش يا منار؟ طيب خلينا نحكي النقطة هذه حتجوك بكرة في الحياة العملية شوية. ايه معنى خارج الميزانية وداخل الميزانية؟ عند الميزانية دائما عبارة عن جانبين، الأصول والخصوم. الحسابات الموجودة داخل الميزانية يعني هي الحسابات الأساسية التي يتأثر بها أحد بنود الحسابات الرئيسية أو الفرعية في الميزانية. حساب النقدية، حساب مدينون، حساب تسريات ائتمانية، خصم كمبيالات، كل هذه حسابات أثر فيها أصول أساسية أو التزامات على البنك. الحسابات الخارج الميزانية هي القيود النظامية، هي القيود النظامية. مش قلنا القيود النظامية عبارة عن قيد رقابي فقط، دوره ووظيفته يراقب ويحدد رصيد الحساب المطلوب متابعته، فلا بد من عمل قيد نظامي. قلنا في غياب القيد النظامي مش هنقدر نتعرف على رصيد الحساب. إذا ما تعرفناش رصيد الحساب في الاستاذ العام هنفقد قدرتنا على السيطرة والمتابعة عليه، فلا بد من عمل قيد نظامي. القيد النظامي اللي كنا نعمله زي كفالات والضمانات وكمبيالات التحصيل وكمبيالات الخصم كان يؤثر على عناصر أصول الخصوم، ما يؤثرش. وبالتالي تعتبر كل القيود النظامية التي يتم إجراءها سواء في البنك أو في شركة أو في مكان تاني هي خارج الميزانية. أصبح بعد ما نيجي نحن نحط عناصر الأصول هنا وعناصر الخصوم إيش بنعمل هنا؟ بنجمع، بطلع عندي مجموع هنا. طب القيود النظامية موقعها تجيش هنا، باجي هنا بقول تعهدات العملاء مقابل كفالات، هنا بقول تعهدات البنك مقابل كفالات. الرقم اللي هنا هو نفس الرقم اللي هنا، بس غير طب تعهدات العملاء. ايش كمان تاني غيره بالنسبة ليش كفالات؟ ايش كمان قيود نظامية اخذنا؟ الاعتمادات. حنقول تعهدات البنك مقابل الاعتمادات، وبعدين تعهدات العملاء مقابل الاعتماد. ايش كمان اخذنا؟ كمبيالات. كل هذا الكلام بنكتب هنا، وفي الاخر باجي بجمع وبقول المجموع العام للميزانية، بجمع الرقم اللي هنا والرقم اللي بيطلع من هنا وبحط المجموع العام للميزانية. فايش هي الحسابات خارج الميزانية؟ هي حسابات موجودة في الاستاذ العام تراقب على أرصدة الحسابات لكن دون أن يتأثر بها عناصر الأصول أو عناصر الخصوم. لما تسمعوا كلمة خارج الميزانية مش معناته أنه خارج، يعني أنه ما لاش علاقة بها، لا، إن علاقة بها، ولكن هذه الحسابات لا يتأثر بها بشكل مباشر عناصر أصول الخصوم. طب السؤال بطرح نفسه الآن، لما كنا نقول من حساب الحساب مثلا الكفالات، من حساب تعهدات العملاء مقابل الكفالات الى تعهدات البنك مقابل الكفالات، ايش معنى الكلام هذا؟ يعني البنك يتعهد بان يدفع قيمه الكفاله لمين؟ لصالح المستفيد عند اول مطالبه. هذا نص الكفاله كده. طب افرض اجى المستفيد قال يا بنك سيل الكفاله، يعني ادفع قيمه الكفاله، ايش يعمل البنك؟ مفروض يدفع قيمه الكفاله لصالح مين؟ لصالح المستفيد. طيب رجعنا للحساب الجاري للشخص العميل اللي هنا فيش عنده رصيد، هل البنك ما يدفعش قيمة كفالة المستفيد؟ هيدفعها. أصبح إيش حصير في حساب العميل؟ هيتكشف. أصبح مين الآن وقع في الورطة هذه في المشكلة؟ البنك. يعني البنك ملزم أمام الكفالة اللي أصدرها عليه يدفع قيمة الكفالة لصالح مين؟ لصالح المستفيد. المستفيد البنك مفروض يخصم قيمة الكفالة، الجزء المتبقي بين التأمين والكفالة، ما هو التأمين أخذ 40%، أصبح البنك حيخصم كامل الآن 60. رجعنا لحساب العميل هنا فيش عنده رصيد نهائيا، البنك هل يمتنع عن الدفع؟ لا يجوز أن يمتنع عن الدفع، يجب أن يقوم بدفع قيمة الكفالة. في الحالة هذه 60% حيخصم على حساب العميل، لقينا العميل ما عندوش رصيد، ما هو الحل في هذا؟ حيتم الخصم على حساب العميل حتى لو ما فيش فيه رصيد. أصبح إيش بصير في حساب العميل هذا؟ بنكشف. مين اللي خسر في الحالة هذه؟ البنك.
متى البنك بيسترد خسارته؟ لما يطالب العميل يرفع القضية ويدفع، ممكن يصير عملية دفع، ممكن يصير في مخاطرة عالية. أصبح الآن الكفالة هذه كانت حسابات خارج الميزانية، تحولت الآن لإيه؟ داخل الميزانية. أصبح صارت كلها خطيرة. فالحسابات النظامية بنظروا لها دائما المصرفيين والناس اللي بيحلوا الائتمان بيقولوا هي أخطر من أنواع الكفاءة الأصول داخل الميزانية، لأنه قد تتحول إلى من تسهيل ائتماني غير مباشر إلى تسهيل ائتماني مباشر، لأنه هنا بتم عملية الدفع. فتحول هذا المبلغ المدفوع من تلغى الكفالة في الحالة هذه، ويتحول المبلغ المدفوع إيش ضمن أصول الميزانية. كيف بصير أنا؟ بصير حسابات جارية مدينة بقيمة المبلغ إيش اللي دفعه البنك. واضح الفكرة ولا لا؟ طيب، أصبح نقطة رقم 9. السؤال هذا تعتبر كاميرات ضمن الحساب. الكلام هذا صحيح. تفضلي الأخيرة. اوكي، اللي بعده. تفضل. طب قولي الخطا وليش؟ انت قلت خطا مش كده ولا؟ خلينا نمشي واحده واحده. البنك المصدر، البنك المصدر للاعتماد، مصدر، مصدر للاعتماد. البنك المصدر للاعتماد هو كفيل المستورد. والخطا وين؟ انا اليوم مستورد، صح؟ خليني اشرحها بس. اليوم انا مستورد، باجي على البنك عندكم بقول لكم يا بنك طلع لي اعتماد، يعني اصدر لي اعتماد. اصبح انت الان تكون ايش؟ كفيل ان ادفع. البنك اللي برا بتكون ايش هو؟ هو بده يبلغ الاعتماد. يعني دور البنك الخارجي هو مبلغ للاعتماد فقط، الا اذا كان معزز في هذه الحالة سيكون على قدم المساواة في تحمل المسؤولية مع البنك مصدر الاعتماد. اللي بعده. تفضل. يقوم البنك المحلي بصفته المناسبة بعملية التصدير، يتلقى خطاب الاعتماد من البنك الأجنبي يمثل المستورد الأجنبي. صحيح. اللي بعده. اسمع. الاعتماد المعزز هو اعتماد يمكن أن يصدر مع إمكانية تحويله إلى مستفيد آخر باستخدام قليل أو شرطيا. غلط. ليش؟ الاعتماد المعزز هو اعتماد نهائي لا يمكن الرجوع فيه او تخفيضه او زيادته الا بموافقه المستفيد. طب انت الان واحده واحده. الاعتماد المعزز ايش معنى اعتماد معزز؟ يعني اعتماد مضاف عليه تعزيز المراسل الخارجي. اصبح المراسل الخارجي هو الشريك في تحمل المسؤوليه على قدم المساواه مع الشخص، مع البنك فاتح الاعتماد. يمكن ان يصدر، ما لغايه الان فيش خطا فيها، مع امكانيه تحويله. ها، قضيه تحويل قضيه مختلفه، ما لهاش علاقه بالتعزيز. تحويله الى مستفيد اخر لاستخدامه كليا جزئيا، يعني استخدم كل اعتماد او جزء من اعتماد تم تحويله. فالعباره ايش؟ العباره ايش؟ صحيحه. العباره ايش؟ صحيحه. نستكمل محاضرتنا اليوم ان شاء الله بشرح بعض البنود المتعلقة بإجراء التسويات الجردية عند إعداد الحسابات الختامية. أولا فيما يتعلق بموضوع مخصص إهلاكات الأصول الثابتة، يتم عادة تقدير قيمة مخصص لإهلاك الأصول الثابتة بنسب معينة تذكر في التمرين. مثلا على سبيل المثال مطلوب استهلاك الأصول الثابتة، تقرر استهلاك الأصول الثابتة بواقع 10% من قيمة الأصل، 10% من قيمة الأصل. كيف طريقة المعالجة المحاسبية؟ أولا حنظر إلى قيمة الأصل الموجود في ميزان المراجعة، ووين بيكون موجود؟ في جانب المدين. ممتاز. هأخذ قيمة الأصل، نفترض الأصل قيمته 1,000,000 دينار مضروب في 10 على 100، أصبح معنى ذلك أديش قيمة المخصص؟ 100,000 دينار. 100,000 دينار هذا المخصص المتعلق بإهلاك الأصل الثابت المطلوب عمله كتسوية جردية في نهاية العام. حيتحرك عندي حسابين. أول شيء حروح على حساب الأرباح والخسائر، هقول من حساب ها
من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص إهلاك الأصول الثابتة. دائما الطرف المدين من حسابات المخصص بكون حساب الأرباح والخسائر. أنا كنت دائما على قيدين عشان كده أتمنى ختمها بعد محاسبة. نقول من حساب قسط الهلاك إلى حساب المخصص، وبعدين من حساب الخسائر إلى حساب قسط الهلاك. الآن حامل عقيد واحد، هنقول من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص لك، هاي 100,000 دينار. الآن بدي أعالج هذا الموقف في الميزانية. بقول أنا عملت مخصص 100,000 دينار، لكن عندي مخصص أساسا تراكمي من السنة الماضية قيمة 200,000. أصبح نقول كده نظريا 100,000 السنة هذه و 200,000 السنة الماضية 300,000. باجي هنا في الميزانية بقول الأصول الثابتة 1,000,000 ناقص 300,000 بطلع الجواب 700,000 دينار. يعني الأصول الثابتة دائما بسيطة، إيش هذا ناقص بقيمة ما يتم تكوينه من مخصص. السنة الجاية حلاقي 700,000 يصير كام؟ 600، والبعد يكون هي 500 إلى أن يصبح رصيدها صفر. يعني هذا بنقص وهذا بزيد، إلا إذا تم إضافة أو شراء أصول جديدة، مش هتبين معي الفرق. هذا فيما يتعلق بالأصول الثابتة. الآن فيما يتعلق بالمخصص الديون المشكوك في تحصيلها وهبوط الأوراق المالية، بعمل كالآتي. باجي في نهاية العام ومعنا معلومة جرية بتقول مطلوب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 10%. هاخذ التسهيلات الائتمانية هضربها في 10%، أو بحدد لك الرقم مباشرة، بقول والله مطلوب تكوين مخصص مثلا قيمته 200,000 دينار. ممكن الرقم يكون جاهز، ما دام ما نضرب. مطلوب تكوين مخصص هبوط في قيمة الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 200,000 دينار. قبل ما أعمل أي قيد محاسبة هنا اختلفنا عن طريقة المخصص الإهلاك، بدي أشوف يا ترى هل عندي مخصص سابق موجود في الميزان ولا لا. هندرس كل الحالات. إذا وجدت في الميزان في جانب له هناك مخصص مثلا على سبيل المثال قيمته 150,000 دينار، أقول يا ترى أنا عندي مخصص مكون وجاهز من السنة الماضية 150,000، والسنة هذه بدي أعمل 200، أصبح كم أحمل حسابات السنة هذه بقيمة الفرق؟ أصبح نقول الفرق بيناتهم الفرق 50,000 دينار. ال50,000 دينار هذه كيف هنعالجها؟ هروح على حساب الأرباح والخسائر في الطرف هنا، أو ال50,000 دينار مخصصة ديون مشكوك فيها. يعني أنا حملت حساب الخسائر بقيمة إيه؟ بقيمة كام يعني؟ مبدأ بقيمة الفرق ما بين المخصص العاوز كونه أنا والرصيد الموجود سابقا. النقطة مش عايزين ننساها. قبل ما نعمل القيد المحاسبي بنظر هل هناك رصيد سابق أم لا. في رصيد 150,000، أصبحوا لي عندي 150,000 عامله من زمان، وأنا بدي أعمل 200، أصبح الفرق بحمل حساب الخسائر مش تراكمي، هذا فرق بين اثنين. باجي على الميزانية هنا بقول التسهيلات الائتمانية قديش قيمتها؟ فرضا نقول 100,000,000، 100,000,000 ناقص المخصص. قديش مخصص اللي عملناه؟ نقول 50؟ لا 200 الإجمالي، ناقص 200,000. قديش يعني تبقى الآن صافي الديون هذه؟ 800,000. وضحت الفكرة؟ يعني ما حملته على حساب الخسائر هو الفرق ما بين المخصص القديم والمطلوب تكوينه، لكن ما ظهر في الميزانية كل المخصص. طيب المفاهيم الشهادة هنشرح، هنعيد هذه هبوط الأوراق من نفس الطريقة. اللي مطالب مش فاهمة تسألني، نفس طريقة هبوط الأوراق المالية. طب خلينا ناخذ أمل تقلم هبوط، خلينا ناخذ الحالة العكسية. نفترض انه انا عايز اعمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، اتبع علي قيمته 200,000 دينار. اجيت هكذا نظرت الى ميزان المراجعة وجدت ما فيش رصيد سابق للمخصص. المشكلة حالة من حالة. انا بقول 200 ناقص 150 يساوي 50، هقول 200 ناقص 0 هي 200، اصبح باجي حساب الخسائر. ليش بحط حساب الخسائر هنا؟ بحط 200 مش كده ولا؟ زي ما قلنا 200,000 ناقص 150 أو 200,000 ناقص 0 يعني 200,000، نفس الطريقة. وهنا بظهر في ميزانية كام؟ 200,000، ما بنغير تغيرش. وضحت الفكرة؟ ننتقل للمخصص بعد هبوط الأوراق المالية. أعيد تاني ولا خلاص؟ إيش معنى هبوط الأوراق المالية؟ يعني عندي أوراق مالية، عندي استثمارات هبطت قيمتها، تغير سعرها.
مين بحدد سعر السوق المالي؟ عندي أوراق مالية قيمتها الدفترية فرضا قول مثلا 50,000 دينار، هذه أوراق مالية. لما احنا جينا في 31/12 في نهاية العام قلنا يا ترى ايش الأوراق المالية اللي مسجل قيمتها دفتريا عندي 50,000، ايش لو بدي ابيعها الآن في السوق المالي ايش بتسوى بالضبط؟ وجدناها بتسوى 48,000 دينار. أصبحنا في حالة خسارة وفي حالة رباح. خسارة. ايش السؤال بقول هنا في الحالة هذه؟ بقول مطلوب تكوين مخصص هبوط أوراق مالية بقيمة 2,000 دينار، لأنه هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية. 2,000 دينار بدي أعمل فيه مخصص قبل ما أعمل القيد المحاسبي زي ما عملت في حالة الدين والشغل. إيش وين هروح؟ أطلع في ميزان المراجعة في جانب له، هل هناك مخصص سابق موجود ولا لا؟ فرضا في مخصص سابق، أنا بدي أعمل مخصص ب2,000، في مخصص سابق موجود بقيمة 1,000 دينار، أصبح أعمل مخصص بكام السنة؟ بال1,000. أجي على حساب الأرباح والخسائر أقول كم هنا؟ 1,000 دينار مخصص هبوط أوراق مالية. كيف حسبته هذا؟ المخصص المطلوب تكوينه مطروحا منه المخصص السابق الموجود في ميزان المراجعة. نعيد تاني، كيف أعمل مخصص هبوط أوراق المالية؟ أنا بدي أعمل مخصص بقيمة 2,000 دينار، مطلوب مني أعمل مخصص 2,000 دينار، لكن موجود عندي في الميزانية في ميزان المراجعة سابقا بقيمة 1,000، قديش بدي أعمل مخصص السنة الحالية؟ 1,000، 2,000 ناقص 1 يساوي 1,000، أصبح بحمل حساب الخسارة بقيمة 1,000. لما أجي أظهر الرقم في الميزانية كيف أعمل؟ أقول قيمة الأوراق المالية 50,000 ناقص كم؟ 1,000 و2,000 ناقص 2، يعني مرخص إيش؟ كله المطلوب، زيه زي الدين مشكوك في تحصيل، نفس الفكرة. وضحت منار؟ نفس الفكرة. عيد تاني؟ تفضل. آخر نقطة، لما بدي أظهر قيمة المخصص في الميزانية ما بحمله حساب رخ السير، هو الفرق بين المخصص القديم والمخصص الجديد، لكن ما يظهر في الميزانية هو المخصص كله إجمالي. بالضبط. مخصص الضرائب، آخر نقطة في مخصص ضرائب. مخصص ضرائب هو قيمة المبلغ الذي يجب أن تدفعه المنشأة لمصلحة الضرائب أو الإدارة الضريبية على أرباح المشروع أو أرباح المصرف. هل نستطيع أن نعمل مخصص دون أن نستخرج الأرباح؟ مستحيل. المخصص هذا كنا نعمله قبل ما نطلع الأرباح، أصبح يجب علينا أن نقوم بإعداد حساب الأرباح والخسائر بالكامل عمليا بحكي أنا، ثم نحدد صافي الأرباح ونقول تعال صافي الربح تاع البنك السنة هذه 1,000,000 دينار، بدي أحسب عليه مخصص ضرائب. أنا عملت أرباح وخسائر يعني كأني سكرت ميزانيته، كأني قفلت حساباتي، لكن ما عملتش قيد المخصص تاع الضرائب. أصبح بحسب أقول والله 1,000,000 دينار أطبق عليه القانون الضريبي، 1,000,000 دينار بيطلع عليها ضريبة أقول 100,000 فرضا. هعمل قيد محاسبي هقول كالآتي، إيش طرف المدين؟ بعود أفتح الحسابات تاني بقول من حساب إيش طرف المدين؟ قلنا من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص الضرائب 100,000. أصبح حساب الأرباح والخسائر حتنقص أرباحي بقيمة 100,000، وإيش حيكون عندي في الطرف الدائن؟ مخصص الضرائب 100,000. وين حيظهر مخصص الضرائب في الميزانية؟ مش حيظهر مطروح من أي مبلغ من هنا، حيظهر هنا في جانب الخصوم اسمه مخصص الضرائب بقيمة 100,000 دينار. نفسنا ولا حد ولا يجوز تسو خالص. طيب في عندي رصيد مخصص ضرائب سابق، تمام، عندي رصيد مخصص ضرائب، رصيد مخصص ضرائب سابق أدره 50,000، نعمل تسوى عليه؟ ما لكمش علاقة فيه خالص، هذا مخصص يعني زي مبلغ مستحق للضرائب ندفع لهم إياهم، كل سنة بزيد المبلغ ما لناش علاقة فيه، بنعمل قيد محاسبة وبس. يعني لا بيشوف رصيده السابق وإن لك علاقة به، وإن بنما إيه بنسبة هذا المبلغ من حساب الخسائر إلى حساب مخصص الضرائب. يعني بنحمل حساب الخسائر بقيمة 100,000 وبنظر في الميزانية في جانب الخصوم 100,000 لصالح الإدارة الضريبية. نعم. قانون ضريبة، قانون ضريبة، قانون ضريبة. أنت مش هتخش في القانون، أنا أقول لك مخصص ضريبة قدره كذا وبس.
مش هقول لك كيف تحدديها، كيف تحسبيها. طيب ان شاء الله يعني بعد المحاضره والمراجعه اللي تمت، في بدكم شويه اسئله كده صح ولا لا؟ خلينا نتكلم بصفحه 234 عشان نحل التمرين هذا وننتهي منه. ان شاء الله ان شاء الله. الان سؤال 6 صفحه 234. يتقاضى البنك، مين يحل السؤال النقطه الاولى؟ تفضل يا سماح. نعم قلنا 200 مرة عدنا 234 صح. العبارة الأولى، العبارة الثانية تفضل. بطاقة الائتمان المحلية والدولية هي بطاقات تسليكية ومغلطات تتيح لحاملها فرصة الشراء وتسديد نفقات رايحة الخاصة. النقطة اللي بعدها تفضل أختي. ليش خطأ طيب؟ ملهاش علاقة بمقاص الشيكات، نظام السويفت بيتم التحويل عن طريق شركة سويفت في الخارج، يعني تحويلات خارجية ليس علاقة بالشيكات. خطأ. اللي بعده اتفضل اتفضل يا ريج. تقوم على البنوك بإجراء الحوالات الخارجية من خلال ما يعرف بنظام سويفت الآلي صح؟ صحيح. جاوب السؤال كنت أجاوبه. ماشي اللي بعده اتفضل. يعني بيصدر على المصرف هذا. طيب البنك نفسه اللي بعده. الشيك المصدق تفضل. يلا الشيك المصدق هو مصدق مصدق هو شيك يصدر على البنك بالخصم الحساب الجاري للعميل ومضمون الدفع من قبل البنك الذي اصدره بعد ان قام بحجز قيمه. صح ولا غلط؟ 100% كلامك صحيح، العباره صحيحه. ها الناس اللي بيحبوا يحكوا كثير. ها تفضلي جاوب على السؤال. يلا اللي بعده اللي بعدك يا اخت البنك. تفضل. تصدر الحواله الخارجيه بناء على طلب احد عملاء البنك تستفيد بالخارج وبالعمله المحليه او الاجنبيه. ليش طيب؟ بالعمله الاجنبيه، عمله البلد مين اللي رايح لها انا. طيب اللي بعده يلا. تجرى عمليات التحويلات الخارجيه بمشاركه ثلاثه اطراف، هو العميل الذي يطلب التحويل. فيش بنك تاني رابع؟ لا بد يكون في بنك آخر كمان. طبعا أصبح في عندي عميل وعندي مستفيد وعندي بنك محلي وعندي بنك إيش خارج، أصبح العبارة إيش خاب. تفضل اللي بعده. يلا جنبه. صحيح. طيب الآن إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. مش عندي هذه الوحدة. مش عندي مش عندي. تفضل احكيها تفضل. لا تشتري الشيكات السياحية، إنما هي يتم المحاسبة بعد إصدار الشيك السياحي. طيب الآن إن شاء الله تنتهي هذه المحاضرة بإذن الله، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق ونتمنى تكون عامكم رحلة علمية فعلا كانت ممتعة وكانت جيدة واستفدتم منها إن شاء الله. نخلص بس وشكرا وبارك الله فيكم.